واسمعي يا أمتي. أيها الإخوة المؤمنون، أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ثم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الفريضة حجة لنا يوم القيامة، فإن من أعظم ما يؤدي الإنسان من الطاعة والعبادة وهذه الفرائض الخمس التي تصلون. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح مقيد بالخشوع في هذه الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها من الصلوات المتقبلة إنه سميع قريب. نعم، موضوع حديثنا اليوم عن الدعاء، والدعاء هو من أعظم شعائر الدين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال أهل العلم: هذا مثل قول عليه الصلاة والسلام: الحج إيش؟ عرفة. يعني لب العبادة، كل العبادات لبها وأصلها وثمرتها هو في الحقيقة في الدعاء. تجد أن الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. الصلاة دعاء، والصيام دعاء، أمرنا الله عز وجل فيه بالدعاء، والحج دعاء، وهناك مواطن للدعاء في الحج والعمرة. في العبادات عند أداء الزكاة دعاء، عند إخراج الصدقة دعاء. حياة المؤمن كلها من أول ما يصحو من النوم حتى يرجع إلى فراشه كلها دعاء. كل ما يواجهه في حياته من أمور يلجأ فيها إلى الدعاء. والقرآن والله عز وجل في كتابه دائما يحض على هذا الأمر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية قالها الله عز وجل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إيش قال؟ إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي؟ ها؟ معي أنتم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الله سبحانه. في أول الآية يأمرنا بالدعاء، وفي آخر الآية يأتي بالعبادة. مش معنى الكلام هذا؟ ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. الذي لا يدعو الله عز وجل استكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وذلك لتعلم أنه لا يستغني الإنسان عن الدعاء، حتى قال أنس بن مالك: إنا لنسأل إن أحدنا ليسأل الله عز وجل في شسع نعله والملح لطعامه. الشسع نعله إذا انقطع، السير النعل إذا انقطع يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك، والملح لطعامه. ينبغي أن تكون حياة الإنسان كلها سؤال لله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل بذلك. إذا علمنا هذا بقي أن نعرف ما أسباب الإجابة، إجابة الدعاء. أولا، ما هي إجابة الدعاء؟ إجابة الدعاء
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قال: ما من داع يدعو إلا أعطاه الله إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخر له أدخرها له يوم القيامة. قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر. إذا أكثرت يزيدك الله عز وجل. ولذلك بعض الناس لا يدرك حكمة الإجابة. قد يكون ما تدعو به في ظاهره لك خير، لكن في باطنه فيه ضرر عليك في دينك أو دنياك، فلذلك يصرف عنك من الشر مثله أو يدخره لك يوم القيامة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: إنا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. إنا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. فالإنسان الإجابة، الله عز وجل إذا لم توجد موانع الإجابة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يستجيب لك. واعلم أن الله يستجيب لك وأنك تتعبد الله بهذا الدعاء. وأكثر وألح على الله به، خاصة إذا كان من أمر الآخر، وكما سأذكر إن شاء الله في أسباب الإجابة. أول أمر أن تبتعد من أسباب الإجابة أن تبتعد عن موانع إجابة الدعاء. وموانع إجابة الدعاء أن يشرك مع الله أحدا غيره، يعني يأتي يقول أو يجعل مع الله أحدا في الدعاء. الله لا يقبل شريك، ولا تجعل مع الله أحدا في دعائك. يعني لو قلت: يا ربي بحق محمد، يا ربي بحق جبريل، يا ربي بحق فلان، لم يقبل دعائك. ما الدليل؟ ما الدليل أننا نتكلم من بطوننا؟ ما الدليل؟ وإذا سألك عباده، لا دليل واضح صريح، ما في شك ولا في ريب ولا في تفسير، ما يحتاج تفسير، كل الناس تعرفها إلا العدل الفرنسي اللي ما يعرف قرب. بارك الله فيك. وأن المساجد لله فلا تدعو إيش مع الله أحدا. سبحان الله، بعضكم يسأل ما دخل أول الآية بآخر الآية، نفس الكلام اللي قلناه أول. وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما دخل المسجد بالدعاء؟ ها؟ لأن يقول كان الله عز وجل يقول لك: إذا جعلت مع الله أحد في الدعاء فكأنما صليت لغير الله أو عبدت غير الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل لأمتك، كل القرآن بهذا الشكل. والذين لا يدعون ما قال لا يعبدون، والذين لا يدعون مع الله إيش؟ إلهنا. سبحان الله، يعني إذا الإنسان دعا أي شخص مع الله فهو اتخذه إله. رضيت أم أبيت؟ فالله عز وجل لا يقبل أحد
لذلك لما قال للمشركين قال لهم الكلام هذا، هذه سورة مكية سورة الجن، خاطبهم بهذا الكلام، قال لهم يا لا تدعوا مع الله، لا تكذا، لا تتخذوا مع الله إلها آخر إلى آخره. رد المشركون أهل مكة قالوا هؤلاء ما نعبدهم، من قال لك أننا نعبد الصنم؟ من قال لك يا محمد أننا نعبدهم؟ هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام المشركين، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف جعلهم كاذبون، لأن هؤلاء، لأن الله لم يقل، لم يتخذ وسيلة ولا يطلب منك وسيلة إلا دعاءه وسؤاله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أخلص في دعائه، وهذا أهم موجب لأسباب الدعاء، لإجابة الدعاء، أهم سبب. السبب الثاني اجتناب المال الحرام، طعام الحرام. طعام الحرام يمنع القلب من الاستجابة لله، ويمنع الله من، يمنع الله عز وجل أن يستجيب لك. قلبك أصلا لا يستجيب، لذلك الذي يأكل المال الحرام يسهل عليه كل المعاصي، يسهل عليه عافانا الله عليكم الزنا، يسهل عليه الخمر، يسهل عليه كل شيء إذا أكل المال الحرام. العجيب يعني من الأشياء العجيبة، ما أدري هل اليهود والنصارى يقرؤون القرآن أو لا، لكن من الأشياء العجيبة إذا أرادوا شخص أن يعني يستميلوه لهم فيكون يعني بوق أو يكون معول هدم للدين، شخص ملحد أول ما يبدأون به أن يأكل المال الحرام. إذا أكل المال الحرام سهل عليه كل شيء، أول ما يبدأ الإنسان يأكل المال الحرام أول لقمة، لأن عنده إيمان يدفعها، تبدأ فيها غصة، أول لقمة فقط، أول مبلغ يأخذه من المال الحرام يبدأ عنده ضميره يؤنب، بعدين خلاص يستهويه ذلك الأمر فيبدأ يبلع ولا يشبع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن الرجل ليطير السفر، هذه من أسباب الإجابة، السفر. وإن الرجل ليطير السفر أشعث أغبر، يعني مضطر، يرفع يديه إلى عنان السماء يقول يا رب يا رب، مخلص، ما قال فلان ولا علان، يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فهذه موانع من موانع الدعاء. الثالث استجاب من موانع استجابة الدعاء الاستعجال في الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يقول يا ربي ارزقني زوجة صالحة، يا ربي يا رب ارزقني زوجة صالحة، يدعو له دعوتين ثلاث مرات ثم يقول الله عليه العوض من العوض، الله ما استجاب. وهذا خطأ، لابد الإنسان يكثر الطرق كما قال الشاعر حري بمن أكثر الطرق أن يفتح له الباب. لا تمل ولا تكل من الدعاء، أكثر الطرق لربك سبحانه وتعالى.
ولا يؤخره لك إلا لمنفعة لك من حيث لا تعلم. فأحسن الظن أنه هو الشيء الرابع أو الخامس من موانع الدعاء، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. أحسن الظن بربك، والله يا إخوان أن ربكم يريد بكم خيرا، ظن بهذا ظنا كريما. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. وقال عليه الصلاة والسلام الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، في ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. ومن أسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله منها، سوء الظن بالله. لا تسيء الظن بربك، والله يا أخوان لا يقضي لك الله شيئا إلا هو خير لك. حتى لو أصابتك مصيبة ترى فيها خير، أحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك أضرب لكم مثال: رجل كان عندنا هناك رجل معروف بالعلم والتعبد، قديم هذا الأمر، يوم كانوا رواحلهم هي الإبل. هذا الرجل معروف بالتعبد والعبادة، وكل ما أصاب شيء، تجي مصيبة، يأتي حادث، يأتي شيء، يقول: يا أخوان هذا خير، الله عز وجل لا يريد منه إلا خير، الحمد لله. فتضايق الناس من بعض ضعاف القلوب وضعاف الإيمان، قال: يا أخي هذا كل ما أصاب شيء قال خير، خير يعني هذا خير. قال: ما رأيكم؟ اجتمع اثنين أو ثلاثة من المضحكين، يعني يريدون يعملون فيه مقلب. هو كان لا يملك إلا بعيرين، هذا ملكه من الدنيا، ما عنده إلا هذين البعيرين، هذه حياته وهذه مملكته وهذه رصيده في البنك، بعيرين. فقالوا: نعمل، نأتي في الليل فنأخذ بعيرين ونخبئهما في الجبل، ثم نقول له: لقد سرقت، وننظر ماذا يقول. هذا يتظاهر بالدين، يتظاهر بالخير، خلنا ننظر ماذا يصنع. فأتوا في الليل وأخذوا البعيرين، ثم انطلقوا إلى جبل قريب وضعوها في الكهف وربطوهما. فلما أصبح الصبح بحث عن بعيرين، أين البعيرين؟ قال: الله، سرقت بعيريك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: خير، الحمد لله، هذا قضاء، الحمد لله. قال: مالك سرق كله؟ تقول: الحمد لله يا أخي، ألم يعطني ربي صحة؟ ألم يعطني عافية؟ ألم يعطني أني أحمده بلساني؟ الحمد لله يا أخي، الحمد لله رب العالمين. فاغتابوا شيئا أكثر من الأول. وفي نفس بعدها بليلة أتى لصوص قطاع طرق، وأتوا إلى البلد وسرقوا جميع الجمال. بقي إيش؟ الجملين اللي مخبيات له. فجاء اللصوص، قال اللاعبين الاثنين اللي أخذ، قال: سبحان الله، والله صدقت إن خير لك، سرقت الجمال كلها إلا الجملين هذه، نحن كأن الله أرسلنا نخبئها لك. وهذا الإنسان إذا اختار الخير، اختار أحسن الظن بربه، جربها. إذا أحسنت الظن بربك انقلبت النقمة إلى نعمة. فلذلك أدعو الله عز وجل وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب موانع الإجابة، طبعا العكس، أسباب الإجابة هو ترك الموانع، من أسباب إجابة الدعاء أغلبنا وأكثر الناس للأسف، ماذا إذا جاء يدعو ماذا يقول؟ رب اغفر لي رحمة رب اغفر لي رحمة رب السلام والسلام، صح؟ يا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الدعاء باللسان بدون إيش؟ حضور قلب، بدون تضرع،
ادعوا ربكم ايش؟ ايش معنى تضرع؟ كيف ايش معنى تضرع؟ تعرفون الضرع الحليب؟ حليب البقر، أليس هناك ضرع؟ ها؟ ماذا يحصل الإنسان لما يريد أن يحلب؟ يضغط بقوة، تضرع إلى الله، تذلل، يا الله يا الله يا الله، هكذا. أما ربنا في النبي الحمد لله، هذا لا، هذا ليس دعاء، هذا عبث. وادعوا ربكم إيش؟ تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. هذا هذا السبب الأخير سأقول لكم. الحجاج، تعلمون الحجاج بن يوسف الثقفي؟ الحجاج يعني معروف أنه إيش؟ سفاح. ها؟ سفاح، لكن له حسنة، يعني له حسنات، فعنده فقه في الدعاء. رأى رجل يطوف حول الكعبة أعمى ومعه عصا، وهذا الأعمى يمشي، اللهم رد لي بصري، اللهم رد لي بصري، اللهم رد لي. الحجاج بجانبي مسك يده الحجاج، أتعرف من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا الحجاج. قام الرجل ينتفض، إنه يعرف الحجاج إيه؟ ما يعرف إلا السيف. فقال له أحول القدس، ما الذي يحضر هذا الرجل؟ يعني في نفسه يقول وش اللي جابني عند هذا الرجال؟ فقال له الحجاج تعرف من أنا؟ قال أنا الحجاج. فارتعدت فرائسه من الخوف، قال سمعتك تدعو ان الله يرد بصر. قال نعم. قال اذا لم يطلع، اذا طلع الصباح يعني الفجر ولم يرد الله بصرك لاقطعن راسك. الرجل يعرف الحجاج ما عنده. طبعا الحجاج قالها يريد ان ايش؟ يستحثه. فالرجل الان ايش؟ وصلت الويل، ما عاد فيها، فصار يدعو بتضرع طول الليل، هو يدعو بتضرع، يا الله يا الله رد لي بصري. ما الحين ما عاد فيها بصر فقط، هي فيها روح، يا الله يا الله رد لي بصري يا الله. قل ما طلع الصباح الا وقد كشف الله له بصره. ليش؟ تضرع. مشكلتنا نحن ندعو بلا تضرع، ويأتيك والله يا شيخ أنا دعوت ما الله ما يسر. المشكلة فيك أنت، أخبط الباب بقوة، تضرع إلى الله. إذا جلست آخر الليل يا الله، كأنك شوف كأنك مثل هذا الأعمى، بكرة بيقطع رأسك. هذا أفضل الدعاء، تضرع إلى الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. فهذا الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن، أن يسأل الله بقوة. الخامس أو السادس من منع إجابة الدعاء، الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء نوعين. النوع الأول أن يسأل ما ليس له. يعني مرة رجل يطوف حول الكعبة ويدعو، يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا لا يجوز، هذه لا يجوز، هذه دعوة من؟ بارك الله فيك، فتح الله عليك، هذه دعوة سليمان. لا ينبغي لأحد من بعدي، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا سليمان. فالإنسان لا يدعو بما ليس له، أو يدعو مثلا بمنزلة في الجنة لا تنبغي له، مثل منازل الأنبياء، الأنزل من لست لا لي ولا لك، الأنبياء للأنبياء عليهم السلام. أيضا من الاعتداء في الدعاء التكلف في الدعاء. سعد بن أبي وقاص سمع ولده يدعو، عامر يدعو يقول اللهم إني أسألك البيت الأبيض على يمين الداخل الجنة يا رب العالمين. هذا ما شاء الله مع التوصيف حق الجنة، وهذا
قال يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار. والآن تأتينا رسائل مثلا في التواصل الاجتماعي هذا الجديد كل يوم يأتي دعاء غريب، حتى من بعضهم أرسل لي رسالة يقول دعاء مكتوب على حيطان الجنة، قلت سبحان الله، هو مكتوب بالبخاخ ولا مكتوب بقلم رصاص ولا بيش هذا؟ وقال هذا حديث، قلت هذا حديث كذب موضوع. المشكلة يا أخوان ليست بألفاظ الدعاء، الإنسان يتكلف، ائتي باللفظ. إن كنت تحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول، أو تدعو بما ورد في القرآن الله عز وجل أرشدنا إليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية التي وردت في القرآن لأنها تأتي جامعة عامة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحسنة تشمل كل حياتك كلها، صلاح الولد وصلاح الزوجة وصلاح الذرية وصلاح المال كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا إلى آخره. فالإنسان يستعين بالله عز وجل في الدعاء بما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بلسانك وبدون تكلف، لا تتكلف ولا يلزم السجع ولا دعاء بلفظه خاص، ادعو بما تشاء بس أهم شيء يخرج من وين؟ القلب، من القلب، تضرع إلى الله عز وجل، يا الله يا رب يا رب يسر أمري واغفر ذنبي. وهكذا الأخير من أسباب إجابة الدعاء وليس الآخر، إذا سألت الله عز وجل أمرا من أمور الآخرة، هذا ذكرناه في محاضراتنا المسجد السنة اللي حضر تعرفه الجواب، ها أحد حضر معنا هناك؟ كلكم حضر ذكرنا وأذكره، إذا سألت الله شيئا من أمر الدنيا، ها عرفته ما هو؟ أجعله قنطرة وجسرا للآخر. كيف؟ إيش معنى الكلام هذا؟ اللهم أني أسألك زوجة صالحة تعينني على طاعتك، تجعلها قربة للآخرة. طيب ما الفائدة؟ الفائدة أن الله وعد، ووعد الله حق لا يخلف، من كان يريد حرث الآخرة إيش؟ ها؟ الآخرة، من كان يزيد حرث الآخرة نزد له في حرثه، سيزيدك ويجيبك ويزيدك إذا كان نيتك الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته إياها ولا نؤته منها؟ نؤته منها، ما لأنك ما يكتب لك إلا نصيبك من الدنيا. سألت الله الوظيفة الرزق الحلال، اللهم نسألك الوظيفة أو الرزق الحلال الذي يعينني على طاعتك وتغنيني به عن سؤال غيرك. وهكذا اجعل الدنيا مطية إلى الآخر، لا تسأل الدنيا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيش؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسهم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة لا تجعل الدنيا هم، الدنيا يأتيك الله عز وجل منها، لكن اسألها واجعلها إيش؟ مطية للآخر، لأن حياة المسلم في الحقيقة كلها عبادة، أكلك عبادة، نومك عبادة، شربك عبادة، ذهابك للعمل عبادة، ذهابك للدراسة عبادة، بل اتيانك زوجتك عبادة. فهذه أمور ينبغي الإنسان أن يتنبه لها وأن يحرص عليها، وأعتذر منكم على الإطالة، نسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، قد حفتكم الملائكة ونزلت عليكم السكينة
وغشيتكم الرحمة وذكركم الله في من عنده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نفتح المجال اللي عنده سؤال أو استفسار ثم ننطلق آيبين تائبين إن شاء الله. في الوسيلة ايش معنى الوسيلة في اللغة؟ لا لا الوسيلة في اللغة القربة، تبتغوا إليه الوسيلة أي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله، هذه هي الوسيلة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليست الوسيلة كالمصطلح الذي فهمه الناس الآن، فإن يجب أن نرجع إلى اللغة التي نزل بها القرآن وفسرها بها الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يقول النبي عليه تقولون في دعائكم وآت محمدا إيش؟ أيوة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة ماذا قال؟ أيوة أحسنت، درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، عليه الصلاة والسلام. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فالوسيلة درجة. وهذا يقال من باب إطلاق السبب على المسبب، لأن القربة الأصل الوسيلة هي القربة، وقد تطلق القربة على الدرجة التي ينالها بسبب التقرب إلى الله عز وجل. فأعظم العباد تقربا إلى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في سؤال ثاني أو نكتفي؟ نعم تفضل. في فرق بين دعاء الطلب ودعاء الاستغفار. الدعاء الثناء تبي تقرب شوية، دعاء الاستحضار استحضارك في الجن. دعاء ايش؟ الاستحضار يعني استحضار يعني تتذكر. هو شوف الدعاء أحسن، هذا ذكرنا بأقسام الدعاء. الدعاء قسمان، دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء طلب اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، هذا دعاء طلب. القسم الثاني دعاء الثناء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي إيش؟ هذا دعاء، لكن دعاء ثناء. ودعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا يسمى دعاء الثناء، تثني على الله عز وجل، وهو أفضل أنواع الدعاء هو دعاء الثناء، يليه دعاء الطلب، يليه دعاء الطلب، يعني تثني على الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء تفريج الهم والكرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول دعوة دعوة ذي النون، يعني موسى عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مسلم قط في شيء إلا وفي كرب إلا فرج الله عنه. الإنسان يكثر من هذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كذب كل يوم الليل يجد لها أثر سبحان الله على نفسه وعلى أولاده وعلى ذريته. ويدعو يا أخوان، لا إنسان تدعو لذريتكم بالصلاة، أدعو لذريتكم، أسأل الله سواء جاءتهم أو لم يأتوا بعد، ادعو لذريتك بالصلاة، اللهم نسألك أن تصلح لي نيتي وذريتي. لعل لا مانع أن نخرج عن يعني إطار المحاضرة، لا مانع، تفضل. لا، اللهم من يتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، إلى آخر الحديث. الحديث رواه النسائي وفي سنده ضعف، وهذا الحديث طبعا
للعلماء فيه كلام. أولاً الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في وفاته؟ في حياته. في حياته. الشيء الثاني أن الرجل قال في دعائه: اللهم فشفعه في، يعني الشفع معناته يعني اقبل دعائي مع دعائه، مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى هذا الدعاء، أنه يدعو له ويدعو، والنبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له وهو يدعو بهذا الدعاء، أن الله يستجيب بهذا ويكون من باب الشفاعة، يعني قرن الدعاء بدعائه، قرن الدعاء بدعائه، عرفت؟ فهذا على قول من صححه، يعني من حسن إسناده، ولكن إسناده فيه ضعف، وكما قلت يعني الحديث فيه ضعف، لكن على فرض صحته فإنه كما قلنا لا يصح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا الجواب عليه أن الدعاء يكون أن الله عز وجل الأصل الذي عرفناه قبل قليل، أنه ولا تدعو مع الله إلا لا تدعو، فإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. لكن يجوز لك أن تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانك بالله، لأن هذا من التوسل لله بالعمل الصالح، هذا عمل صالح. نعم. هذا التوسل لله عز وجل بحب النبي، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العمل الصالح. أي عمل صالح يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل به، لحديث عبد الله بن عمر الثلاثة الذين سقط عليهم الغار الصخرة، فقال: سألوا الله بأعمالكم الصالحة، فإنه لا من جاء لكم إلا من ذلك، فسألوا الله عز وجل وبأعمالهم الصالحة وفرج الله عنه. في سورة الأنبياء ورد كثير من دعاء الأنبياء، سيدنا أيوب وسيدنا نوح وسيدنا نون، يعني جمعت بعض الأدعية هنا، هذا يعني يعتبر كأسلوب أو كطريقة يعني للاستجابة، يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعي بدعاء الأنبياء. نعم، لا شك أن الإنسان يدعو بدعاء الأنبياء، دعاء أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعاء زكريا: ربي لا تذرني فردا أنت خير الوارثين، إلى آخره. فلا مانع الإنسان يدعو بدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا إرشاد من الله، وهو من دعاء كتاب الله عز وجل، من دعاء القرآن. نعم. تفضل. بعض الناس يقولون يعني اعتمدوا على الدعاء أكثر من يعني ما أنه على ما يجب عليهم، فتذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر، أو ليصبرنا الله. نعم. لو يمشي كنا الله وينزل عليكم عقابا ثم تدعونهم فلا يستجاب لهم. نعم. يعني كيف أهمية هذا ذكرناه في برضو أيضا في مسجد السنة عند تفسير سورة الفاتحة، قلنا في تفسير قول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا الناس أربعة أصناف، الناس أربعة أصناف، من يعرفون؟ قوم، هتفضل، هتحضرت معنا؟ لا تعرف كلها. تفضل. أحيانا الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى لكن لا يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى فيقع في الظروف، يعني كما قال كمال المدخل الله سبحانه وتعالى: أخذني الجنة بعمل. ومنهم من يستعين الله سبحانه وتعالى لكن لا يعبد الله، لا يوجه أعماله للوجه الله سبحانه وتعالى، فذلك يعني يمكن يترك الموقف ويركع كلهم، يعني عند الضرورة أغلق. نعم، يدعون الله سبحانه وتعالى. مثل الآن هم أربعة أصناف ذكر صنفين: قوم يعبدون الله ولا يستعينون به، ما يدعون، يعبد الله فقط، وقوم يستعينون بالله ولا يعبدون، مثل الكفار، مثل غير المسلمين، مثل أيضا أصحاب المعاصي، يعني تجد تسمع مطرب يقول: إن شاء الله ربي يوفقنا في الأغنية هذه، يدعو الله، يدعو الله أن الله يوفقه. ومثل إبليس، إبليس قال: ربي أنظرني، استجاب الله دعاء، قد يستجيب الله دعاء إمهالا واستدراجا والعياذ بالله، أليس كذلك؟ فقوم يستعينون بالله ولا يعبدونه،
وقوم قلنا قوم يعبدون الله ولا يستعينون به، وقوم يستعينون بالله ولا يعبدون، وقوم يعبدون الله ويستعينون به، هذا هو المؤمن. ها؟ وقوم لا يعبد ولا يستعين، يعني مرة ساحب مغلق الأبواب كلها، لا يعبد ولا يستعين. فهو هذا الثالث الأخير هو شر الناس، ثم الذي أشر منه الذي يستعين ولا يعبد، ثم أهون منه الذي يعبد ولا يستعين، وأفضلهم وأكملهم هم الذين يعبدون ويستعينون. نعم. هل يجوز، أعطيت مثال في الدرس بالحجاج بيوسف الثقفي، هل يجوز شرعا الدعاء على مسلم عاصي؟ هل يجوز شرعا؟ لا. وأمثلة كثيرة في وقتنا الحاضر، هنالك من يقتل ويسجن وهو يقتل. يعني مثلا تجي الزوجة، الزوجة تقول الله إن شاء الله، يعني إذا زعلت على زوجها قالت يا ربي إن شاء الله تجي سيارة تطحن، هذا يعني هذا لا يجوز الدعاء حتى لو عصى الله. كثيرة تأتينا اتصالات كثيرة، أم تدعو على ولدها وزوجة تدعو على زوجها، مرة دعت على ولدها كلمتني قالت روح جعلك تروح في حادث، والله دعاء الوالد خطير، بعد أسبوع فعلا الولد توفي في حادث. قالت اتصلت علي قالت والله يا شيخ كذا وكذا، قلت لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما كان في سفر، هذا صحيح مسلم، كان في سفر فامرأة كانت تركب على بعيد أو رجل، فقال شأ لعنك الله، قل البعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها فإنها ملعون خلاص. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تأخذ هذا حط عندك في رأسك، انتبه تدعو على ولدك ولا على زوجتك ولا على أي أحد من الناس. وسأذكر لكم أيضا دليلا قال لا تدعو على أموالكم، حتى لو جيت مثلا السيارة ما انفتحت تلعن الله السيارة، لا تدعو على مالك ولا على ولدك، لا تدعو على أموالكم ولا على أولادكم ولا على أنفسكم، ويا ربي ياخذني ويخلصني الحياة. بعض الناس يدعو بهذا خطأ، لا تدعو، يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أموالكم ولا على أولادكم ولا على أنفسكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها أو يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. فهذه مسألة مهمة، يعني أي إنسان يضايقك الله يهديه، الله يسلمه، الله يفتح عليه، الله يبعده عنه ويبعدنا عنه مثلا. ولذلك أيضا لو أحد آذاك، إذا أحد آذاك سرقك أو كذا أو كذا، إذا أحد آذاك أنت الحين مظلوم، أليس كذلك؟ المظلوم منصور أو غير منصور؟ انتبه، أنت منصور الآن، مجرد وقع لك الظلم معك من الله تأييد ونصر، لكن متى تفقد التأييد والنصر؟ عندما ترد انتصرت في نفسك، إذا دعيت أو لعنت أو سبيت. عائشة رضي الله عنها سرق منها متاع من البيت، فقالت توب تتكلم عن تدعي عليه سرق أو كذا، قطع الله يده إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تسبخي، يعني لا تتكلمي حتى لا تأخذي، يقول أهل العلم حتى لا تأخذي حقك، خلي الله عز وجل هو اللي يأخذ حقك. واضح؟ إذا لذلك الإنسان إذا ظلم أو اعتدي عليه أو لا ينتظر حقه من الله، لا يسب، لا يغتاب، لا يلعن، لا تأخذ حقك في الدنيا أو لا تأخذ حقك بلسانك أنت، لأنك لا يزال معك من الله ظهير ونصير، الله عز وجل ينصرك ومعك تأييد من الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان غير مسلم، حتى وإن غير مسلم. لا الدعاء، لا دعوة المظلوم منصور، لكن كما قلت لا يسبخ الإنسان، يعني لا يسب، لا يلعن.
لكن لا تدعو أن الله يصرف عنك، أن الله مثلا يأخذ بحقك، لكن لا تجعل دعائك لعنا أو سبا أو انتقاما، لكن قل اللهم انصرني على من ظلمني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم انصرني على من ظلمني، اللهم نسألك كذا، لكن إيش؟ لا تسبخ، يعني لا تلعن، لا تسب، لا تقتال، اطلب حقك من الله سبحانه وتعالى. نعم. افترض الجماعة الإخوة اللي سألوا سؤال، يعني نفسح المجال للإخوة اللي مسألوش، إن لم يكن فنرجع تاني، بس ناخد سؤال، ناخد سؤالين كمان في عجالة. أشكرك. أخونا الأخ. ونبيك صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال، قال هذا ملك، قل جبريل هذا ملك الجبال، الحديث الصحيح، هذا ملك الجبال تأمره بما شئت، قال ملك الجبال شئت لو أطبق عليهم الأخشبين، خلاص يعصرهم في مكة في واديهم، يعصرهم انتهي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل استهني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالإنسان يدعو على من ظلمه، ليس بذلك حرج أن يدعو له، أن يدعو أن الله يأخذ حقه وأن الله ينصره، كما قلت ليس بهذا اعتراء تعاون واضح، لكن الإنسان كما قلت لا يسبخ. التسبيخ أمرين، الأمر الأول أن يعتدي في قوله، والله يقول فلان لا، يعني فلان يا جماعة ترى فلان فعل وفلان كذا، يعني يسيء في اللفظ ويغتاب وينم ويلعن ويسب، عرفت؟ الثاني أن يعتدي، أن يزيد في الدعاء، يعني مثلا أخذ منه مثلا $100 اللهم أهلكه هلاكا عاجلا، اللهم مزقه يا رب، يعني لا يسأل. أيضا يعني فالدعاء بالاستنصار، أسأل الله النصر، أسأل الله أن يهلك عدوك، عدو المسلمين، فهذا طبعا لا أحد يقول أنه ما يجوز، هذا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على بعض من آذوا المسلمين في مكة وإلى آخره. فالمسألة الإنسان يدعو على من ظلمه، أنت سؤالك على من عصى، السؤال على العاصي، إيه؟ أما على من ظلم فيختلف الآن. نعم. يعني أتكلم على المشرك أو الكافر وفهم الدعاء عليه جائز شرع، لكن أنا تكلمت على المسلم العاصي. يعني هل يعني قصدك هل عصى الله فيك؟ عصى الله فيك ولا هو عاصي يعني في نفسه؟ عصى على الأمة مثلا؟ لا، إذا عصى مثل ماذا؟ أعطني مثال. الآن مثلا ما يحدث في مصر، هنالك طائفة تسجون مسلم، يعني هذا نسأل الله أن يرفع عنهم الظلم، دعاء عليهم، يعني نعم، لأن الله يخلص الأمة من الأشرار ومن الفجار ومن الظلمة ومن الطغاة، ما حد يقول لك لا ما يجوز. فالإنسان إذا عم شره وعم ضرره سئل الله عز وجل أن يهلكه، يهلكهم. نعم، ومع ذلك ذاك الناس هم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيه، لكن إذا زاد ضرر على الأمة صار ضرر أكبر، يعني ضرر كبير. إيه نعم، إن شاء الله أن يهلكه ويبعد عن المسلمين شره. في حال فسق فيما يتعلق بعلاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، يعني العبد العاصي إذا قصر في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة يمكن الشيخ يفصل فيها، مسألة لا تدعو على العاصي، سمع عاصي ما تدعو عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيما تعلق هذه مسألة حق الله عز وجل، حق العباد وما إلى ذلك، أنت ظلمت أو غير ظلم، فهذه القرآن يعني مليء بالآيات التي يعني تجاوز ذلك كما قال الشيخ. آخر سؤال يا أخوان، طيب نفذ أخونا معاش وين في الدقيقة؟ الأخ
السؤال هو يعني كان يستأنس بقول الأخ العزيز فيما يتعلق بدعاء سيدنا نوح عليه السلام على قومه، قال يعني ربما هذا إنما يعني الدعاء ما أتى إلا بعدما أخبر الله نوح عليه السلام بأن خلاص المسألة لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أما قبل ذلك فما دعا عليه. نعم كان يجيب يعني تعليق يعني تبغوه هو ده. وهذا أيضا الشيخ في حديث عندما يأتي الناس الأنبياء يطلبوا منهم أن يبدأ الله سبحانه وتعالى في، فسيدنا نوح يقول يذكرهم بدعوة هذه. وفي الحقيقة مثلا نوح عليه السلام قومهم اللي سألوا العذاب، وكل الأقوام نقولها اليوم لبعض الإخوان كل الأقوام اللي كذبوا أنبياءهم قالوا أتنا بما تعدنا، كلهم سألوا الله أن يعذبهم صح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يلا عطنا لهم. ولذلك لم يعذب الله قوم حتى هم يطلبوا العذاب، هم سألوا تحدون الله عز وجل فأنزل الله عليهم عقابه. إلا قوم يونس، إلا طبعا قوم يونس آمنوا. إلا قوم يونس. طيب يخلنا معلش نكتفي معزرة، احنا قلنا سؤالين فأخذنا أكثر من سؤالين، بارك الله فيكم. كان في الأصل في البداية كان أن نقدم بشيخ من فاضل، فالشيخ دكتور خالد الرشود معرف به يعني معرف إخوانه به، فلكن سبقنا الشيخ يعني إلى الكلمة، فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منه إن شاء الله. فضيلة الشيخ دكتور يعني التقينا به قبل مسجد السنة كان زائرا، والحمد لله كانت يعني الرحلة كانت رحلة طيبة موفقة، عقدت فيها محاضرات ودورات، وكان هناك سند حتى كمان في هذه الدورة فضل الشيخ عنده سند في الحديث وفي القرآن، فعقد مجلسا في إعطاء سند متصل سند بالحديث في 40 حديثا في الصيام وعن الصيام وهي مسجلة الحمد لله، يعني فاتنا أن ندرك هذا الأمر باكرا، فكنا نستضيف الشيخ لأيام وليس لليلة واحدة، ولكن نعتذر منه فما منعنا عنه إلا يعني كما بنقول بالمصري الشديد الأوي يعني. فعموما شيخنا سبحانه وتعالى نبارك في علمه ونبارك في جهوده، وهو من الحارسين على زيارة إخواني يعني، فقط اتى إلى مسجد السنة واكتفى بالبقاء في مسجد السنة، إنما ينتقل بين الحين والحين في يمكن نشبه كل يوم في مسجد من المساجد، وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة، صلى الله جل في ميزان حسناته إن شاء الله، نبارك فيه ونبارك فيكم ونلتقي بكم إن شاء الله رب العالمين عما قريب. جزاكم أيضا يعني أهنئكم على الشيخ وائل. الحمد لله سمعت أن المسجد نشيط، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسر أمره الشيخ وائل نعم الرجل، نسأل الله عز وجل أن يعني نتمنى أن يمتلئ المسجد أيضا يمتلئ أكثر، وأيضا أن يتلاحم الإخوة في هذا المسجد ويتعاونون على البر والتقوى ويعين بعضهم بعضا ويصبر بعضهم على بعض ويتحمل المسلم أخوه المسلم، لا بد من الصبر ولا يحقد ولا يغضب ولا يعني يكتاب ولا يلم ولا يكذب، هذه صفات المؤمن، نسأل أن يجملنا وإياكم بطاعته. ويعني كانت هذه المحاضرة هي محاضرة الوداع ليست حجة الوداع، لأن إن شاء الله غدا يعني سنذهب، فقلت إن شاء الله نزور الشيخ وائل لأنه يعني عزيز علي وسبق معنا في مسجد السنة، ولكن يعني ما وجدت فرصة لهذا اليوم، فالحمد لله على هذا المسجد وأفرحنا أن أسس مسجد وكذا، فنسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط شيخنا حتى مد يعني الحمد لله يعني الإخوة في المسجد هنا في المركز عندنا نشاطات كثيرة، فعندنا أكاديمية الشريعة يعني في جمعية أسك
هي تستضيف فرع من الرياض في أكاديمية الشريعة. نعم في المركز عندنا. نعم هو الجمعية، الجمعية الأصل جمعية داسك. وهذه الجمعية يعني هي المسؤولة عن فرع أكاديمية مشكات في أمريكا، فرع مونتريال. والحمد لله رب العالمين كان عندنا بالأمس وفي الأيام السبت والأحد الماضي كان عندنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صلاح، هو يعني مستشار ديني لقناة هدى تي في، كان فضلتك له بالإنجليزية أكثر يعني. فعقد عندنا دورات وبين الحين والحين تنقل دورات، فالحمد لله هذه من النشاطات الموجودة القائمة. وعندنا ولله الحمد الآن في معهد القراءات، معهد التبيان للقراءات وعلوم القرآن، والحمد لله في طلبة ويحضرون. وعندنا مدرسة لآخر الأسبوع نفس المكان عندنا، فقط يعني 4 قاعات في الطابق العلوي. وعندنا الكتاب القرآني، أخونا الشيخ فضل، أخونا الشيخ مهدي، أخونا سمير، أخونا محمد علي، هم يقومون على تحفيظ أخونا عبد العزيز، مش عارف فين بقى الأخوة، عموما أخونا مصطفى، نعم يقومون على تحفيظ الأولاد، يمكن الأولاد اللي كانوا موجودين بعد صلاة العشاء مباشرة، هذا يعني في طول الأسبوع من الاثنين حتى يوم الخميس. والحمد لله رب العالمين يعني. وهذه طبعا الجهود هذه ليست جهود فرد لحاله، يعني ليس الإمام فقط وليست الإدارة وليس إنما هي بجمهور المسجد وبإخواننا يعني هنا في وسط هؤلاء الناس الإخوة الحضور الطيبين، هذا في وسطهم جنود يعني كما نقول جنود مجهولون لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، يبذلون من أوقاتهم ومن جهدهم. الحمد لله رب العالمين هناك رحمة وتكاتف وبغية عند كثير من الإخوة، والحمد لله وعند يعني سائر الإخوة أن نكون هناك يعني مركز إشعاع في هذه المنطقة. وهذا كان الأساس أصلا في اختيار المسجد مركز موقع هذا، يعني كان الأصل أن نختار مسجد أو مركز في موطن ليس فيه مساجد حتى ما تكون مسألة فقط زيادة الله، أما في مكان يستفيد منه الناس. والحمد لله رب العالمين يعني المسجد كنا نود أن يعني شرفنا في يوم الجمعة ولا حاجة في خطبة الجمعة يعني الإخوة يصلون وقوف في الخارج يعني على السلم، وكان عندنا قاعة مثل هذه في الأسفل وكانت تمتلئ، كان عندنا قاعة نأخذها في يوم الجمعة مثل نفس المساحة وكانت تمتلئ. ولكن لأن المسجد إيجار فقط، إيجار القاعة هذه مع اللي فوق 7,000 دولار بدون أي مصاريف ولا أي نفقات ولا أي شيء مكلفة، فكنا نأخذ اللي تحت يعطيهانا 200 دولار للجمعة الواحدة، ويعني استكثرها علينا وأجرها. فإن شاء الله إحنا في طور البحث عن مكان أوسع وأكبر، وإن شاء الله نكون مرة قادمة إن شاء الله نستضيفك في فضلتك في مكان أرحب من هذا وأوسع منه إن شاء الله، وتكون عدد أكثر إخوة متقارب إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وجزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله فيكم على تلبية الدعوة إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا الوقت في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله.